مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت السفير عزيزه. تحياتنا القلبيه لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا وبيتفرجوا علينا النهارده. النهارده يوم الاحد من برنامجنا، اسمحوا لنا ان احنا في البدايه نتوجه بكل التحيه وكل الدعوات القلبيه لكل الاسر اللي حاليا واولادهم الحقيقه كمان اللي قاعدين دلوقتي على اعصابهم متوترين جدا وفي انتظار اعلان نتيجه الثانويه العامة اللي كل الناس منتظراها بفارغ الصبر. يا رب إن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم جميعا، ويا رب بإذن الله كل الطلبة والطالبات يحققوا أمنياتهم ويخشوا الكليات اللي هم بيحلموا إن هم يلتحقوا بيها، ونحتفل بيكم إن شاء الله كلكم بكرة. مساء الأنوار يا رودي. مساء الفل يا جيسي. مساء الفل عليكي ومساء الفل على حضراتكم. إن شاء الله يوم مختلف، فقرات وأخبار مختلفة، وفعلا كلنا بندعي من كل قلوبنا لكل طبعا طلاب الثانويه العامه، ربنا يوفقكم. اكيد كل البيوت كده، عارفه يا جيسي، بقى في حال توتر وترقب. ايوه فان شاء الله طبعا يعني بنقول لكم ربنا معاكم باذن الله تقدروا تجيبوا المجاميع اللي انتم بتتمنوها. يعني طبعا يعني وفقا لموقع الوطن تم اعلان انه ان شاء الله بكره هيتم الإعلان عن تفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي طبعا للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويعني طبعا المؤتمر ده هيكون فيه الإعلان عن تفاصيل خاصة بنسب النجاح العامة. إن شاء الله النتيجة هتبقى للأوائل النهاردة بالليل، هيتم إبلاغ الأوائل بطبعا مجامعهم بقى وتفوقهم، وإحنا بنبارك لهم مقدما. وبكرة المؤتمر الصحفي، وفي المدارس النتيجة هتكون يوم الثلاث إن شاء الله، يعني رسميا بقى خلاص معلنة في المدارس. فيا رب كده كل التوفيق لكل طلاب الثانوية العامة. الواحد بيفتكر الأيام دي والله يحس إن هو برضو قلبك يبتدي يدق كده. أيوة مش كده؟ كانت أيام برضو. لا إن شاء الله بإذن الله ربنا يطمن كل الطلبة والطالبات ويطمن أهاليهم عليهم إن شاء الله، ويحتفلوا ويبقوا كده مطمنين على مستقبلهم إن شاء الله بإذن الله. هننتقل من الخبر ده بقى يا رضوى لخبر تاني معانا النهاردة، وهو عن مهرجان فني ثقافي ثري بفعالياته الثقافية والمسرحية. بدأت فعالياتها امبارح من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16. هذه الدورة برئاسة الفنان الخلوق الجميل الأنيق محمد رياض، وحفل افتتاح احنا شايفين مع حضراتكم اجزاء منه دلوقتي. كان في مجموعه الحقيقه، بدأ مجموعه من الاستعراضات الراقصه وموسيقى رائعه ومبهجه، يعني حاجه جميله جدا. والنص الثاني من المهرجان احياء الموسيقار الفنان الكبير صاحب الموسيقى اللي دايما بتتحدث عن نفسها دايما ومتفرده في آلاتها وفي توزيعاتها، هاني شنوده. المهرجان حضر عدد كبير من نجوم الفن والمسرح والأجيال المختلفة الحقيقة، والمميز جدا في هذه الدورة إن هي بتحمل اسم الزعيم، الزعيم القدير الفنان الكبير اللي يعني له مكانة خاصة كده في قلوبنا كلنا، صغير كبير ست راجل طفل شاب، كلنا بنحبه بشكل أو بآخر بطريقة مختلفة في الأدوار الكتيرة اللي هو قدمها، سواء كانت مسرحيات مسلسلات أفلام، دايما له كده مكانة محدش بيقدر ان هو يتقارن أيوة فيها صحيح. او ينافسه فيها زي ما بيقولوا يا رادو. قدم للفن عمره، قدم تراث كبير من الافلام والمسرحيات، وهتفضل دايما كل مره نتفرج عليها كده نقول الله كاننا بنتفرج لاول مره بالظبط كده. أيوة ونستمتع أيوة بيها بالظبط. فيعني احنا من بيت السفير عزيزه بنتقدم له بكل التحيه وكل الحب وكل التقدير، وربنا يبارك في صحته وفي حياته ويفضل كده الزعيم عادل امام. يا رب يا رب طبعا كل التحيه للزعيم عادل امام. والحقيقه انه فعلا يعني بدايه ان شاء الله مبشره للدوره رقم 16 يعني للمهرجان. طبعا يعني زي ما قلنا كده حضر الحقيقه عدد كبير من الفنانين امبارح في حفل الافتتاح، وفعاليات الدوره دي مستمره مع حضراتكم لحد يوم 14 اغسطس. طبعا دي فرصه هايلة إننا نقدر نشوف عروض مسرحية متنوعة على طبعا مختلف المسارح، نقدر إن احنا كمان نتابع فنانين ونشوف حركة فنية كده جميلة، والميزة إن احنا كمان في الأجازات، فدي فرصة إننا نشجع المسرح
طبعا القومي، ونرجع مره تانية نحضر العروض المسرحيه ونرجع كده يعني حبنا للمسرح زي ما زمان. مسرح ابو الفنون يا رضوى، ابو الفنون، فاللي هو اي فنان بيقف على خشبه المسرح صحيح بيبقى دي شهاده تخرج. أيوة يقدر أيوة. بقى يتكلم في الراديو، يتكلم في التلفزيون، يمثل على في السينما، ولكن صحيح. المسرح له رهبه طبعاً. وبالتالي امبارح تشوفي كمان الفنانين الكبار المهمين اللي تم تكريمهم كلهم عمالقه طبعا طبعا اكيد اكيد. واحنا لسه كمان يعني في انتظار باقي الفعاليات، واكيد هنتابعها مع حضراتكم. ومره ثانيه بنشجعكم انكم تروحوا وتحضروا العروض المسرحيه المختلفه اللي هتتقدم من خلال الدوره رقم 16 للمهرجان. احنا معانا تقرير، معانا زميلنا احمد بقوش كان هناك، كان حاضر بقى فعاليات الافتتاح. تعالوا نشوف هو يعني ايه اللقاءات. ألف مبروك لينا وللمسرحيين وللمسرح وللفن بصفة عامة، واختيار اسم الزعيم ان هو يبقى المهرجان باسمه ده شيء يعني ليه ثقل، حد طبعا محبوب محليا وعربيا، حد اضاف كتير قوي للمسرح وللمسرحيين، فده بيدي ثقل اكتر وبيدي مصداقيه اكتر وبيدي تقل وشياكه اكتر للمهرجان. سعيد ان انا بأكرم هذا العام في المهرجان المصري للمسرح، لاني كرجل مسرح سعيد جدا، لان قضيت مشوار طويل أكثر من 50 سنة في المسرح، فلما أجي بعد المرحلة دي وأكرم فأنا سعيد جدا، وبشكر إدارة المهرجان وعلى رأسها الزميل والصديق العزيز محمد رياض. هو في الواقع السنة دي أنا متخيل إن الدورة دي دورة مميزة جدا، وإن محمد رياض بذل مجهود عظيم عشان يعملها دورة مختلفة ودورة تليق بأنها هي يبقى عليها اسم الأستاذ عادل إمام. زي ما أنا بقول كده إنه الأستاذ عادل إمام مش مجرد آيكون مسرحي، لا ده هو أيقونة الفن في العالم العربي، ويعد واحد من أعلام الفن العربي. يعني لو في أم كلثوم وفي نجيب الريحاني وفي محمد عبد الوهاب ففي عادل إمام يعني. فهو يعني وجود اسمه على هذه الدورة يحميها، ووجود اسمه على هذه الدورة بيجعل كل الناس اللي فيها بيشتغلوا بجهد أكبر بكتير عشان يقدموا ما يليق باسم عادل إمام. أنا مبسوطة جدا 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 بالمهرجان القومي للمسرح، وانا بحب المسرح عموما، وبشوف انه ده من اهم المهرجانات اللي بتحصل في مصر اللي ليها علاقه بالمسرح. طبعا الدوره مختلفه لانها بتحمل اسم الزعيم عادل امام، وده طبعا شيء شرف لينا كلنا وشرف للدوره ذات نفسها. وانا بحيي استاذ محمد رياض على مجهوده الجميل جدا وعلى اختيار العروض المشاركه في المسرح، واتمنى لكل العروض
طبعا افتتاح راقي وانيق ويليق باسم مصر للدوره 16 المهرجان القومي للمسرح المصري بحضور طبعا وزيره الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني. ومعانا مع حضراتكم دلوقتي على التليفون رئيس المهرجان الفنان الجميل محمد رياض. استاذ محمد مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا تنور ده حضرتك ويعني سعيد ان انا موجود معاكم دلوقتي والله جدا. احنا اسعد والف مبروك طبعا على حفل الافتتاح ان شاء الله، يعني بدايه جميله ومبشره للدوره رقم 16 للمهرجان. وعايزين بقى نتكلم مع حضرتك اكتر بما ان احنا كنا لسه شايفين تقرير عن حفل الافتتاح عن كواليس التحضيرات والاستعدادات للحفل طبعا واختيار المكرمين، لو تكلمنا عنه اكتر يا استاذ محمد. والله عايز اقول لحضرتك ان احنا بقالنا تقريبا 4 شهور بنشتغل في لجنه عمل دائمه تقريبا، اختيار المكرمين ولجنه التحكيم والمشاهده ده بيبقى اختيار يعني لجنه عليا، لان المهرجان ليه لجنه عليا من كبار الفنانين المسرحيين. بنختار المكرمين، بنعرض اسامي المكرمين وبعدين بنناقش حوالي كل مكرم ايه اللي اداه للمسرح، ايه تاثيره الواضح في المسرح، خصوصا احنا بنكرم الفنانين اللي لهم علاقه بالمسرح واشتغلوا في المسرح واثروا في المسرح وكان لهم تجربه واضحه في المسرح. بنتناقش حول كل مكرم يعني فتره طويله يعني لغايه ما قدرنا نوصل ان شاء الله الحمد لله لمجموعه المكرمين الاساتذه الكبار اللي كرموا. وعايز اقول كمان من خلال برنامج حضرتك انه في كتير جدا 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 اساتذه كبار محتاجين يتكرموا تاني وتالت، يعني في قد اللي اتكرم ده يعني اكتر من المئات ان هم من حقهم يتكرموا، بس أكيد. في الاخر احنا العدد محدود الى حد كبير، فان شاء الله اللي ما اتكرمش السنه دي يتكرم السنه الجايه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله الحقيقه كلهم يستحقوا التكريم، ومع يعني طلوع كل واحد من هذه القامات والفنانين الكبار على خشبه المسرح كان الواحد بيقول ايه فعلا يستحق، واللي كان قاعد في البيت وبيتفرج كان بيسقف معاكم وكان بيبقى سعيد لتكريمهم. عايزين حضرتك تلقي لنا مزيد من الضوء على بقى الفعاليات في الفتره المقبله، عدد المسرحيات اللي هيتم عرضها وعلى انهي مسارح، علشان اللي بيتفرج علينا ويحب ان هو يروح ويتفرج ويستمتع يعمل ايه؟ انا العروض المشاركه السنه دي في 37 عرض مسرحي على معظم مسارح القاهره. في كمان عندنا ندوات، احنا عندنا حوالي 13 ندوه، ندوات للمكرمين وتوقيع كتب، يعني كل مكرم بحفل توقيع الكتاب بتاعه. عندنا ندوات كمان متخصصه في المسرح، حاجه اسمها الدائره المستديره، واحنا بنناقش فيها محاور فكريه مهمه جدا في المسرح. في ورش مسرحية السنة دي ابتدت بدري جدا، كمان احنا عملناها بدري، وورش مجمعة يعني له علاقة بالإخراج، له علاقة بالسينوغرافيا، بالإدارة المسرحية، في التمثيل والإلقاء، دول مجموعة يعني ابتدينا بدري وشغالين. النهاردة إن شاء الله أول يوم في العروض المسرحية، لكن الورش والحاجات دي ابتدت بقى لها شغالة تقريبا من بدري. لكن العروض النهاردة هتبتدي النهاردة أول يوم إن شاء الله. عملنا حاجة جديدة السنة دي إن إحنا بقى الحجز أونلاين عشان نسهل على الناس، لأنه كان بيجي في ناس بتيجي من البلاد عشان تيجي تحضر العروض بتلاقي في ازدحام ما تقدرش تتمكنش إنها تحضر، لأن دي خطوة هايلة خلص. فحصل إنه بعد 24 ساعة بس تقريبا 90% من العروض اتحجزت. طب رائع، حاجه مؤشر ممتاز جدا، يعني في تفاعل واقبال. الحمد لله عملنا كيو ار كود، بقى بيخش الكيو ار كود يقدر يدخل ويحجز مكانه فين وقاعد فين، فده شيء برضه خطوه عملناها لقدام. في بيتهيألي يا استاذ محمد اهتمام بالجامعات والفرق المسرحيه في الجامعات طبعًا. ودي برضه خطوه الحقيقه بنحييكوا جدا عليها. جدا، لانه المسرح شباب، بيضم شباب، بيحتضن الطاقات بتاعت الشباب، يعني خصوصا الجامعات والشركات والبنوك والأندية والمجتمعات المدنية والأكاديميات والنقابات، يعني بخلاف طبعا مسارح الدولة والقطاع الخاص والفرق الحرة. فهو احتفال عرس كبير جدا جدا مسرحي بتشهده مصر كلها،
من خلال فعاليات حوالي 15 يوم بنلتقي، ويعني حاجه بتبقى رائعه بصراحه. الواحد بيستناها حتى لو ما كانش هو رئيس مهرجان، لكن حتى لو ما كانش في موضع المسؤوليه، لكن هو بيبقى عرس مسرحي جميل جدا طبعا. يعني بدعو كل الناس انها تشارك فيه. طب احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبندعو كل الناس وكل الساده المشاهدين ان هم يغتنموا هذه الفرصه ويروحوا ويتفاعلوا ويستمتعوا ويتفرجوا ويمتعوا عينيهم، ونتمنى لحضرتك كل النجاح وكل التوفيق في هذه الدوره الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض رئيس المهرجان. مشكور حياتك، شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمد. طيب خلونا بقى من يعني كلامنا عن المسرح والمهرجان القومي للمسرح المصري نروح للخبر اللي احنا بنكون الحقيقه حريصين جدا ان احنا نتابعه مع حضراتكم بشكل يومي في برنامجنا السفير عزيزه، وهو طبعا المهرجان الترفيهي الاكبر في مصر والشرق الاوسط، مهرجان العالمين الجديده اللي طبعا منطلق ويعني بقاله فتره موجود بكل الفعاليات الفنيه والمسابقات الرياضيه والترفيهيه والثقافيه المختلفه تحت شعار العالم عالمين. طبعا المهرجان الحقيقه في عدد من الحفلات اللي تمت، ولسه كمان مجموعه جايه من الحفلات اللي بتضم كبار النجوم في كتير من المسابقات الرياضيه والترفيهيه. يعني الحقيقه خلونا نعرف تفاصيل اكتر من زميلنا محمد سعد ونرجع مره تانية مع حضراتكم. مساء الخير على كل الزملاء في الاستوديو، مساء الخير على كل الساده المشاهدين من المدينه الساهره والمدينه الساحره، مدينه العالمين الجديده الساحره بكل شواطئها الخلابه والساهره بكل فعالياتها الفنيه في مهرجان العالم عالمين. بالامس انتهت بطوله البادل العالميه بفوز فريق السيدات مايا من انجلترا وروزانيا من هولندا، اما فريق الرجال سيرخو ايكاردو من اسبانيا وخافير اغراسيا من اسبانيا ايضا. طبعا البطوله كانت على مدار 3 أيام. البطولة بدأت بالدور 32 ثم الدور 16 ثم الدور قبل النهائي، وبالأمس كان الدور النهائي. كان عدد كبير جدا من الحضور من الجماهير من فئات عمرية مختلفة، من شباب وكبار سن، من أطفال كمان حضروا بطولة البادل الدولية. العرض أو بطولة البادل كان متاح للجميع، كان ممكن أي حد يحضر، طبعا الحضور مجاني على بعد 100 متر من بطولة البادل الدولية. كان في المسرح الشعبي اللي بيبتدي من الساعة 9 مساء وبينتهي في تمام الساعة 12 مساء، حفلات فنية وتقديم عروض فنية، فولكلور شعبي، كورال، باندات، بيقدم كل يوم عروض فنية. العروض دي مجانا، أي حد من المصيفين ممكن يشوف العروض دي مجانا على ممشى العالمين السياحي على بعد 100 متر من المسرح الشعبي. عندنا طبعا مسرح العالمين، وطبعا ده بالأمس كان حفلة الأستاذة إسعاد يونس اللي كانت بتقدمها، واللوكيشن برنامج صاحبة السعادة انتقل لمدينة العالمين الجديدة، وكان طبعا كان ضيفها الساحر كريس المصري، وطبعا قدم عدد من الفقرات في الماجيك شو. كمان كان في عدد من الفقرات الفنية تقدمت على مسرح صاحبة السعادة، وكان في إقبال جماهيري كبير جدا 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 داخل مسرح صاحبة السعادة داخل مسرح العالمين. وطبعا كل الناس اللي طبعا اللي ما شافتش الحفل او شافت البرنامج هيشوفوا طبعا في برنامج صاحبه السعاده على الشاشه المفضله ليهم، شاشه دي ام سي. احنا كمان لسه خلال الايام اللي جايه في عدد من الفعاليات القادمه، يوم 10 اغسطس حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، عندنا كمان بدايه السكاي دايفنج هتكون يوم 11 اغسطس اللي جاي، القفز من الطائرات من فوق السماء على مدينه العالمين الجديده. عندنا لسه فعاليات ثانيه، بطوله الجودو، عندنا كمان حفل الفنان بهاء سلطان وحفلة الفنانة إليسا وحفل الفنانة كارول سماحة والفنان الكينج محمد منير والفنان حميد الشعري. عدد كبير جدا من الفعاليات الفنية والغنائية، وأهم مطربين الوطن العربي هيكونوا متواجدين خلال الأيام اللي جاية في مهرجان العالم عالمين. هنتابع معاكم كل يوم لحظة بلحظة كل فعاليات مهرجان العالم عالمين. عودة إليكم مرة تانية. بنشكرك شكرا جزيلا محمد سعد من العالمين الجديده. هننتقل مع حضراتكم دلوقتي لفاصل قصير ونرجع على طول نبدا بقى اول فقراتنا معاكم النهارده.
هنبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم من أرض سيناء الطيبة، من أرض الذهب. ضيفتنا واحدة من سفيرات وبنات أرض الفيروز، هي سفيرة ونموذج للمرأة المصرية المخلصة لوطنها على أرض جنوب سيناء، واللي دايما الحقيقة احنا كبرنامج بنكون حريصين جدا ان احنا نسلط الضوء عليهم، نشجعهم وندعمهم ونبقى فخورين بيهم. ضيفتنا نجحت من خلال مبادرتها التنموية ان هي تحول عدد كبير من السيدات المايلات هناك لسيدات رائدات أعمال وعندهم المشاريع الصغيرة الخاصة بيهم، علشان يتم توفير لهم حياة كريمة لكل سيدة وكل فتاة لنفسها ولأسرتها، ويعني تقدر ان هم تمكنهم اقتصاديا بحيث ان هم يحققوا أهداف التنمية المستدامة على أرض الفيروز. لقبوها سينا بسفيرة السعادة. طبعا عايزين نعرف بقى ايه يعني حكاية هذا اللقب سفيرة السعادة، وايه المبادرة اللي هي عملتها. المبادرة دي على فكرة اسمها اتطوري وامسكي في حلمك، العنوان جميل. وفي مبادرة تانية كمان الحقيقة، مشروع من البيت، برضو ده مبادرة تانية. هنعرف تفاصيل بقى اكتر عن المبادرتين المهمين دول من ضيفتنا اللي منورانا ومع حضراتكم النهاردة، الاستاذة شيرين الهواري، صاحبة مبادرة اتطوري وامسكي في حلمك ومبادرة مشروع من البيت لدعم المرأة المايلة في جنوب سيناء. منورانا. بنورك والله، بنورك جدا. وانا حضرتك جدا معانا، وشرف ليا وجودي معاكم. ميرسي بجد على المقدمة الجميلة دي جدا، يعني حقيقي منورانا. ونبدا من شغلك في السياحة، يعني احنا عارفين كده انه ده شغلك الاساسي، ان انت بتشتغلي في السياحة يا شيرين، بس ازاي جات لك الفكره انه انت مش مجرد تبقي بتشتغلي وبس في السياحه طبعا على ارض يعني سيناء الجميله، ولكن قررتي انه انا هساعد وهعمل مبادرات ليها علاقه بتنميه المراه المعيله؟ طبعا هو انا فعلا شغلي في السياحه، انا تقريبا بقالي دلوقتي 20 سنه عايشه في شرم الشيخ، وهي فعلا سيناء العشق وليها سحر تاني خالص. اللي بيروح يعيش في منطقه سيناء او في جنوب سيناء عاده فعلا ما بيعرفش يرجع يعيش تاني. وهي سحرتني بجمالها وجواها وكل حاجه. لما اشتغلنا في السياحه، طبعا احنا عارفين السياحه من القطاعات اللي مرت في الفتره الاخيره بازمات كتير جدا. فكل اللي عايشين في البلد، لو السياحه مش شغاله كويس، ما فيش نسبه اشغال كويسه في الفنادق، ما فيش سياح في البلد، فبالتالي دخل الاسر ودخل الافراد بيتاثر. فكان لازم نشوف حل بديل للأسر دي. وإحنا طبعا عارفين الست المصرية هي ست جدعة دايما طبعاً. قوي بتحاول تدبر وتقف جنب جوزها وهي عماد البيت، إن هي يعني في الأزمات هي اللي بتقول بتكون المنقذة فعلا للبيت. ففي الفترة الأخيرة أو في يعني من أول ما رحت شرم ما كانش فيها أسر كتير مقيمة، لكن في السنوات الأخيرة بقت الأسر المقيمة كتير، فبقى عندك أجيال وأولاد في مدارس وسيدات مقيمات، يعني اللي هم بيشتغلوا في الفنادق الرجال مثلا بقوا يجيبوا زوجاتهم اللي شغالين مثلا في الفنادق أو في البنوك أو في أي مؤسسة داخل شرم الشيخ. فالسيدات ابتدت في زهق، يعني مفيش حياه اجتماعيه في شرم، برضه هو الحياه ايه؟ شغل بزنس، يعني في الشغل او في البيت. فابتدينا نفكر ان احنا نشوف لهم حاجه يطلعوا الطاقه اللي عندهم. ندور على البطله اللي جوه كل ست مصريه. كان حلمي ان انا افكر اشوف اطلع احلى ما في الست المصريه، لان احنا هناك بنشتغل طبعا او بنتعامل مع اجانب من جنسيات مختلفه. فكنت عايزه انقل نموذج تفتخر بيه كل ست مصريه قدام الجنسيات الاخرى، لما يشوفونا يقولوا ايه ده، انتوا ازاي بنات مصر، انتوا ازاي بتشتغلي في البوزيشن ده، انتوا ازاي بتعملي الحرفه اليدويه ديت. هي دي كانت الفكره. ان احنا كنا عايزين فترات الازمات اللي احنا مرينا بيها بالسياحه نلاقي فرص عمل للسيدات، حتى لو هي مش مؤهله لسوق العمل، لكن تقدر برضو تساعد في البيت، تقدر تساعد نفسها، تقدر تساعد جوزها، تقدر تساعد بيتها. وانا عايزه امسك بقى، انت بتقولي ايه حتى لو هي مش مؤهله؟ طبعا. من هنا بقى جاء عنوان المبادره بتاعتك، اتطوري امسكي في حلمك. امسكي في حلمك. اتطوري امسكي في حلمك بالنسبه لي هي الحلم. هي حلمي انا. اتطوري امسكي في حلمك بالنسبه لي هي الحافز لكل ست مصريه. اتطوري امسكي في حلمك هي الدافع والتشجيع لكل ست. احنا الستات المصريات لما يعني مثلا لو هنتكلم على المتزوجات، اوكي، هي لما بتتجوز بتنسى نفسها وبتشتغل في تربيه الاولاد، ودي طبعا المهمه يعني الاولى ليها، الاولى واعظم مهمه طبعا، لان انت تربي اجيال. اوكي.
ففكره الطوارئ امسكي في حلمك ان انا لقيت ستات كتير تحسي ان هم ايه نفسهم يعملوا حاجه بس مش لاقيين الطريق مش عارفين يمسكوا الخيط منين. انا عايزه اشتغل بس انا ما بعرفش. طب عايزه تشتغلي، طب انت في شرم الشيخ ايه مجالات الشغل؟ طب اتطوري بتطوريهم ازاي او هم بيطوروا من قدراتهم ازاي؟ ابتدينا احنا ننور لهم النور كده. انت دلوقتي سي مثلا عايزه تشتغلي، اوكي انا اشوف السكيلز اللي عندك، المهارات اللي عندك، لو هي شويه عليها شويه تراب فانا ابتدي اساعدك فيها. سي مثلا حضرتك خريجه كليه، لو هنتكلم كاتيجوري نمبر 1 ان هم الخريجات مثلا كليات او كده. طيب حضرتك بتعرفي كمبيوتر، حضرتك بتعرفي انجلش، لو انت عايزه تشتغلي مثلا في فنادق، عايزه تشتغلي في بنوك، عايزه تشتغلي مثلا في مستشفى، الاماكن دي محتاجه سكيلز معينه، مهارات معينه. ان احنا بندور على السكيلز اللي عندها ونبتدي نديها كورسات. الكورسات دي جت في وقت من الاوقات ايام الكورونا ان احنا بقينا نشتغل ايه اونلاين، اوكي. فابتدينا نشجع الستات اللي هو لا ما تخافيش، ما يبقاش عندك رهبه، حتى لو انت شايفه ان انت كبرتي في السن، ايه ده انا هرجع اتعلم انجليزي تاني، هرجع اتعلم كمبيوتر، اقول لها اه، لان هم دول اهم سكيلز عشان حضرتك تشتغلي في مدينه سياحيه لازم تكوني بتتكلمي لغه وعلى وبيزك بتاعك ان انت بتعرفي الكمبيوتر. طيب فاشتغلنا في الحته دي. طيب هل عملتوا حاجه بقى للمراه السينويه تحديدا؟ يعني انت كلمتينا عن الاسر المقيمه اللي هي بتيجي شرم الشيخ علشان تشتغل، عملتي حاجه بقى يا شيرين لاهالي جنوب سيناء نفسهم؟ احنا كان عندنا ميزه في شرم الشيخ كمدينه سياحيه، وخاصه الفنادق الاول، الفنادق التشين اللي عندهم فروع بره مصر، اوكي، ان هم بيبقى عندهم بلان كده، فكره الاستدامه او فكره خدمه المجتمع. وحاليا دلوقتي مع اهداف التنميه المستدامه ومع رؤيه الدوله المصريه ورئيس السيسي ان لازم الخدمه المجتمعيه دي او كل المؤسسات تخدم المجتمع، حتى مش الشركات الاجنبيه، حتى المصريه طبعا. الفنادق هناك كانت بتدعمنا ان احنا نعمل بازارات للاشغال اليدويه للسيدات السينويه المميزين بيها جدا، كتير بتوفر لنا ان احنا ناخد قاعة مثلا في الفندق فيه والسيدات البدويات تعرض منتجاتها فيها، تعرض منتجاتها. وعملنا كذا معرض مع مثلا مركز دعم المراه في الثور، عملنا كذا معارض كتير وكان في اقبال، لان طبعا الاجانب بيتوهموا جدا على الشغل اليدوي والشغل السيناوي ده، وطبعا الحرفه اليدويه لو احنا عرفنا قيمتها هندفع فيها فعلا فلوس. فاحنا بنساعدهم طبعا، كنا في التسويق، مش بس الست السيناويه، احنا كمان بنساعد الستات المصريات، او احنا مش مصريات بس في سينا، يعني في جنسيات كتير معانا برضو، سوريات معانا، فلسطينيات، يعني معانا جنسيات كتير مقيمات في سينا. يعني بتستهدفوا كل السيدات اللي في المجتمع، سواء بقى كانوا مصريات، سيناويات، سوريات، يعني اي جنسيه المتواجد معانا. لان فعلا الناس ما كانتش متخيله ان في مجتمع مدني في شرم الشيخ. فاحنا كنا عاملين بقالنا فتره المبادره هدفها ان احنا نعمل سبوت، لا في مجتمع مدني في شرم الشيخ، يعني الناس لما تيجي بقالك 20 سنه في شرم الشيخ ازاي؟ طب انا عايز اسالك سؤال، يعني الى اي مدى في تفاعل او تجاوب او مشاركه فعليه من المراه السينويه؟ بالنسبه للمعارض؟ لا بالعكس جدا، هو ده حياتهم وده شغلهم وده تراثهم. فلما بيلاقوا اي معرض بينزلوا فيه، غير في الفتره الاخيره طبعا بقى يتعمل معرض ديارنا عندنا طبعاً في شرم الشيخ تبع وزاره التضامن، تراثنا يعني بقى فيه معارض كتير اللي كنا بنسمع عنها في القاهره اتنقلت تتعمل تاني كمان في شرم الشيخ. ودي ابتدت تظهر مع وجود مجلس قومي للمراه، وجود وزاره التعاون التضامن اسفه، مع فتره الكوب المناسبه ابتدت تتعمل معارض كتير للسيدات المقيمات في شرم الشيخ والسيدات السيناويات، ده ليهم بارتيشن داخل الجرين زون في ايام مؤتمر المناخ. حلو قوي. انت عندك برضه مبادره ثانيه اللي هي مشروعك من البيت، ودي المبادره دي بقى لمساعده المطلقات او السيدات الارامل ان هم برضه يقدروا ان هم يكونوا منتجين. هي مشروعك من البيت مش بس هحدد فيها مطلقات او ارامل، بس انا بيبقى ليا بايوريتي في الاختيارات. مشروعك من البيت دي هي مبادره ان احنا جمعنا كل الستات، زي ما قلت لحضرتك بقى في اسر وبقى في ناس مقيمه كتير في شرم الشيخ، ففي سيدات كتير عايزه، زي ما احنا قلنا ان الست المصريه هي عماد البيت ودايما بتشوف تدبر الحياه الماليه ازاي، فبقى ستات كتير بقت تجيب منتجات وتبيعها من البيت، ملابس،
شوزات تشتغل اونلاين يعني بتشتغل بقى اونلاين، بس كان عندهم مشكله في التسويق. كان عندهم مشكله في التسويق، فاحنا ابتدينا نجمع الداتا دي ونجمع كل السيدات وبقينا نعمل لهم معارض في فنادق، معارض في اماكن كبيره زي البازارات اللي بتتعمل هنا في القاهره وفي اسكندريه. المعارض دي بيحضر فيها اهل البلد وبيحضر فيها كمان الاجانب. حلو قوي. ده الشق الاولاني من فكره مشروعك من البيت، ان انا بعمل تسويق للسيدات اللي عندهم المنتجات اللي هم بيجيبوها. بالظبط كده. الشق الثاني بقى، ودي كانت المفاجاه، موضوع مكن الخياطه. بمعنى ايه؟ بتوفروا لهم مكن خياطه. بنوفر لهم مكن خياطه. زي ما حضرتك قلتي في الاول ان في سيدات غير مؤهله لسوق العمل، يعني ما تقدرش ان هي تشتغل مثلا في اي مؤسسه بره البيت او كده، وفي ظروف كمان ممكن تخليها ما تشتغلش بره. في ظروف عندها اطفال صغيرين، عندها مثلا حاجه صحيه ما تقدرش تخرج بره البيت. فانا بشوف السيدات دول هل هم مثلا بيقدروا يعرفوا يخيطوا؟ لما باجي اوزع مكن الخياطه انا بختار بقى البيوريتي بالنسبه لي الاولى المطلقه، الارمله، او بتعيل. طب انا لازم اسالك سؤال، يعني التمويل للمبادرات دي بيجي من فين؟ انا ما بحبش كلمه تمويل لان احنا جهود ذاتيه. وزي ما قلت لحضرتك كده، هي الفكره كان حلم، فكره اللي هو علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. احنا كلنا بنعمل العمل الخيري في ابسط اوجه للعمل الخيري، اللي هو اديك فلوس او اديكي اكل او لا. انا ما كنتش حابه كده. انا كنت عايزه احقق فكره الاكتفاء الذاتي، ان حضرتك تشتغلي وتتعبي وتكسبي ويبقى عندك مشروع، هيبقى طعمه احلى. واحساسك بالنجاح واحساسك ان انت عندك مشروع. انا بقول لك انت صاحبه مشروع. انا هديكي راس المال، انت مشكلتك في راس المال، انا هديكي المكنه دي وانت اشتغلي وانتجي. احسن بكتير. وانت بتسوقي لهم المنتجات اللي بينتجوها دي يا شيرين من خلال المبادره. بالظبط. هو دلوقتي احنا طبعا زي ما بقول لحضراتكم كده، احنا بندي المكن الخياطه ده مجانا. فيك بس ارد على سؤال موضوع التمويل. لا، احنا كلنا سيدات. الاول يعني مثلا من فتره كده مكن الخياطه كان بسيط، يعني سعره 2000 3 مثلا. احنا بنجيب المكن البيزك يعني. دلوقتي طبعا مع زياده سعر الدولار المكن بيزيد. فاحنا لو احنا 10 سيدات وكل واحده دفعت 200 جنيه هنلم سعر مكن. يعني سوري مش مبلغ. بجانب ده عملنا حاجه ثانيه جدا، عملنا للسيدات او الاسر في شرم الشيخ كارت اسمه كارت تخفيض. بقينا نوزع كارت التخفيض ده، ان انا بجيب لك تخفيض في مطاعم كتير مثلا او كافيهات او اماكن بمقابل مثلا من 50 ل 100 جنيه. ال 50 جنيه دي اشتراك تقدروا تستفيدوا بيها في هاخدها انا. اعمل بيها ايه؟ اشتري بيها مكن الخياطه. حلوه. قصه تمويل، لا احنا جهود ذاتيه كلنا ستات في بعضينا. بنحييكم عليها والله كلكم يعني بنحييكم. والحمد لله الفكره نالت اعجاب، ودلوقتي هتتنفذ في الطور. ان سياده المحافظ اللواء خالد فوده هيعمل مشغل في الطور ب 20 مكنه. جميل. احنا كنا لسه هنسالك عن الحاجات الجديده بقى والاخبار الحلوه يعني، فكويس ان انت قلت لنا كده. طبعا ده خبر حلو جدا. المشغل ده هتبداوا تختاروا السيدات اللي هتبقى موجوده فيه وبتشتغل فيه على اساس ايه؟ لا، هو المشغل دوت يعني مثلا احنا متبرعين لمكانتين لمركز دعم المراه في الطور. ففكره ان انا حاطه مكانتين في مكان هيتدرب عليهم اكتر من سيده. صح. فترات صباحيه فترات مسائيه، هي دي الفكره. فكره المشغل انا مش هحدد عدد من السيدات بس هم اللي هيشتغلوا، يعني لو الصبح 20 واحده الشيفت بالليل هيشتغلوا 20 واحده. فانت كده بتفيدي عدد اكتر، 40 كل مكنه تبقى في بيت واحد. صح صح صح. صح. وطبعا ده بالتعاون مع المجلس القومي للمراه. جميل. احنا بنحييكي وبنشكرك، ويا ريت يكون في نماذج كتير زيك في يعني مختلف المحافظات المصريه يعملوا المبادرات الحلوه دي، مبادرات تنمويه، مبادرات لتنميه المجتمع وتمكين المراه. استاذه شيرين الهواري كانت معانا النهارده مع حضراتكم، صاحبه مبادره اتطوري وامسكي في حلمك، ومبادره مشروع من البيت لدعم المراه المعيله في جنوب سيناء. نورتينا. نورتينا يا استاذه شيرين. والله وشرف ليا ان انا كنت معاكم وفكرت بسرعه. واحنا جدا. بسرعه. قوي. نورتينا واسعدتينا. مجهودك. ان شاء الله. ميرسي ليكم ولاستضافتكم والدعم كل حاجه جميله في مصر. مصر حلوه بستاتها على فكره، رجالتها برضه. خلونا مع حضراتكم نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا. بنرحب بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه كل بنت فينا بتحاول كده طول الوقت انها يعني تعمل حاجات
وتعمل أدوار ممكن جدا تبقى الأدوار دي بالنسبة لها هي حاجات قوية، يعني حاجات زيادة عليها شوية. كل بنت فينا بتحاول تثبت إنها أقوى وإنها مش هي الكائن الأضعف، ولكن إحنا ربنا خلقنا في الحياة لينا أدوار، لكل حد فينا، البنت ليها دور، الولد ليه دور، وكل حد المفروض إنه يبقى عارف دوره ويقوم بيه من غير ما تبقى فيه مشاكل، او يعني يبقى فيه مثلا تنمر انه انت ازاي بنت وبتعملي كده، او انت ازاي ولد وما بتعملش كده. الحقيقه ان احنا النهارده مع حضراتكم عايزين نتكلم شويه عن فكره ان كل حد فينا ليه دور، كل حد فينا ليه وظايف المفروض ان هو يقوم بيها. مش معنى ان انا بنت فانا مثلا المفروض ابقى طول الوقت ابان ان انا الكائن الاضعف، مش معنى ان انا ولد فانا المفروض ان انا طول الوقت ابان ان انا الكائن القوي اللي بيعرف يعمل كل حاجه وبيعرف يتحمل كل حاجه. الحقيقه لا، الدنيا مش بتمشي كده خالص، فده اللي هنتكلم عنه النهارده مع حضراتكم ومع ضيفتنا اللي منورانا، استاذه ريم عرابي استشاري الصحه النفسيه. منورانا يا استاذه ريم. منورك. ثانك يو. شكرا. الموضوع مختلف وموضوع ظريف في ظل التحديات والصعوبات الكتيره اللي المراه دلوقتي بتقابلها في حياتها، بتضطر المرأة ان هي زي ما تقول بايه تلبس الجاكيتة اللي هي الرجالي، تتقمص دور الرجل علشان تقدر ان هي تقوم بالمسؤوليات اللي عليها. في ظل ده ازاي تقدر ان هي تحافظ على طاقة الانوثة اللي جواها؟ اوكي، هي لازم تفهم كويس جدا ان طاقتها يعني مش تقدر تفعلها وتقدر تشتغل غير لما تكون هي على وعي الانوثة اصلا. لو هي بتشتغل بطاقه ذكوره انها هي طول اليوم متواصل شغاله، بسمع سيدات كتير يقولي احنا طول اليوم من الصبح لليل بنشتغل ومستمتعين بشغلنا، بس بالعكس هما بيتاثروا جدا. هتلاقي البادي لانجوج، حركه الجسد اختلفت، القعده اختلفت، طريقه التفكير اختلفت، فبتاثر عليها. هي ممكن تنجز وتحقق، بس هيجي بقى مع الوقت هتلاقي عندها الام في ظهرها، الام في ركبتها، رجليها، شكل جسمها بدا يتغير، مش قادره تدي سبيس انها تركز على جواها اكتر، مش مهتم انها تركز على اللي جواها، على حاجه تخصها هي بنفسها يعني. بالظبط كده. وغالبا هي بتعمل ده من دافع عدم الامان، هي حسب عدم امان فهي بدات تفعل. احنا ربنا خلقنا كلنا فينا طاقه انوثه كسيدات وذكوره، والذكور فيهم طاقه انوثه وذكوره بس بنسب. واحنا حتى ما بنتجمع يعني كذكر وانثى مع بعض بنعمل زي ايه؟ زي وحده، صح، بنكمل بعض. يبقى فيها التوازن بقى، خلاص هنا حصل التوازن، صح. بس لما الانثى تفرط في استخدام الطاقه اللي ربنا مديها لها بتاعت الذكوره، بتبدا ايه؟ هي حتى بشرتها، طريقه تفكيرها، اتصالها بقى مع المحيطين كأم، مش هتقدر تقوم بواجبها انها تبقى حنونه، قادره تحتوي، قادره تربي، قادره توجه. حتى يا جاسمين هتلاقي في ظاهره غريبه كده الايام الاخيره، الامهات تلاقيهم بيتعصبوا، بيصرخوا، بيشتكوا على طول. حتى في كده حاجه غريبه برضو بسمعها، انا زعلانه ان انا ام اصلا. الكلمه دي يعني خلينا نقف عندها شويه، هي اساسا فطره انها بتحب تبقى ام. كنا ان احنا بنسمع الايام دي، أنا بس هي برضو هي مظلومه ليه؟ لان هي في بعض من الاحيان او في كثير من الاحيان بتضطر ان هي تلعب الدورين، دور الام ودور الاب في ظل غياب الاب، فهتضطر ان هي مش عايزه اقول تسترجل ولكن تملى هذا الفراغ، تاخد الدور ده بالظبط، تاخد الدور ده يا رضوى في حياه ولادها. فمع الوقت اعتقد هي كمان يعني بدون ما تعي بتتعود ان هي تلعب الدور ده، فبتصحي الجزئيه دي فيها اكتر وبتنيم الجزئيه بقى الانثويه اللي فيها اكتر. بالظبط. ازاي تبقى واعيه انها لازم تعمل نوع من انواع التوازن عشان ما تفقدش انوثتها؟ هي لازم تبقى عارفة إن الأنوثة قوة في حد ذاتها، هي قوة. لما منزور كده يعني جداتنا أو الناس الكبيرة وناكل عندهم، بنحس بدفى، بنحس بجمال، صح. هي أصلا ليها دوره، مهما طبعاً عملت هي مش هتقدر تسد مكان الراجل، مش تقدر. هي متألقة في دورها، هي رسامة في دورها، ولازم تعي ده. ودورها طبعا بيعمل خيمياء رهيبة، تغيير عظيم في حياة الردامة. مش شرط ان الابن ناقصه أب أو ناقصه دعم أنا أخد الدور ده، لأن أنا مش أقدر، لأن هو فطريا بيبصلي كأنثى إن أنا إيه؟ مكان آمن، أنا بوجهه، أنا اللي بربي. فأنا لما أخد دور الأب، هي فطريا الابن أو الابنة
هتحس باضطراب شويه ومن هنا بتبدا المشكله. تاني من هنا ممكن يبقى فعلا بيحصل خلاف يعني ما بين الامهات وما بين الابناء يعني. طيب كلمينا اكتر عن ازاي لو هي اضطرت تاخد الدور ده تبدا ترجع تاني تحس انه لا انا هاخد بقى يعني الدور اللي هو اصلا مكتوب لي واللي انا المفروض ابقى بعمله وربنا خلقني ليه. اولا هي لازم تفهم هي قدراتها ايه وقوتها ايه. قوتها في انها بتدي عاطفه بشكل معين، انها ما تقدرش تشتغل لعدد الساعات الطويله دي، وانها تحس بالامان داخليا، ان ما فيش حاجه بتديها دافع قوي كده. لما حد يشتغل من منطقه عدم امان هو هيشتغل كل حاجه بس هيحصل له احتراق. هو مش هيقدم الدور ده هيبقى ماشين انه بيجيب فلوس عشان يامن. صح. والحياه كلها برضو مش في الحته الضيقه دي، لان في حاجات كتير بتبوظ مع الوقت. احنا كاستشاريين نفسيين احنا او في ام كانت بطله في القصه، بس هي قاعده اللي قاعد قدامي تعبان نفسيا جدا بسبب انها ما قامتش بالدور ده. صح. طب هل في اعراض يا ريم يعني بتبقى واضحه تبقى جرس انذار بالنسبه للمراه، انه مثلا انا لما ابتدي اتعصب، لما ابتدي اتوتر، لما ابتدي يحصل لي ايه اخد بالي ان هنا لا لازم اعمل وقفه مع نفسي واعيد التوازن مع نفسي مره اخرى؟ لما تحس انها طبعا من جوه مش حاسه بسلام، لانها هي اصلا بتعلم من حواليها يعني ايه سلام. هي هاديه اصلا، بس يعني حاسه بسلام دي تعبير مطاط قوي. يعني في هدوء داخلي، يعني في هدوء، يعني اللي داخل عندها بمشاكله او اي حاجه عارفه تستقبل، وعندها سبيس وعندها مساحه كبيره من الراحه. بدات تتعصب على طول على طول، وبدات الهرمونز بتاعتها ما تتظبطش او مودها ما يتظبطش طبعا دي. وكمان لما بدا انها تلبس لبسها كده اوتوماتيك بروتين، اي حاجه في اي حته، مش مهم احط ميك اب، مش مهم اهتم بالديتيلز. دي من العلامات المشهوره. وكمان العلامات المشهوره في ناس صغيره في السن بدات يظهر لها حاجه زي كده، امراض الظهر ان كان ديسك او اي حاجه، او تعب في الرجلين او مشاكل في الرحم. كل دي عوامل. وفي برضه حته انها بدات تنعزل، مش عايزه تنخرط في المجتمع، او ما عندهاش طاقه للمجتمع، ما عندهاش طاقه تعمل اكل بجمال، ما عندهاش طاقه انها تظبط بيتها بجمال. كل دي هي يعني حياتها كلها للشغل بالظبط، بس في اطار الشغل بالظبط. طيب تعمل ايه عشان تخرج من المنطقه دي؟ يعني انا برضه يهمني ان احنا ندي كده شويه تيبس او نصايح ارشادات. يعني السيدات اللي كده يبداوا، او حتى البنات الصغيرين على فكره في منهم كتير هم مركزين جدا على الجزء العملي في حياتهم والشغل وكده وناسيين حياتهم الشخصيه تماما. فيعملوا ايه عشان يخرجوا من المنطقه دي؟ اول حاجه لازم نعرف ان هي كانثى محتاجه وقت غير الراجل. الراجل عنده طاقه ناريه بيعرف يشتغل. لو الراجل قاعد في البيت وقت طويل بيجيله ملل، اما الانثى تحس انها منسجمه مع البيت بتاعها. اول حاجه لازم تدي وقت لنفسها انها تعرف انها ما بتشتغلش بالدايناميك السريع قوي ده اللي هي حطاها في نفسها. وتاني حاجه ان هي بتاخد تايم انها تحس بجمال الحاجه اللي بتاكلها، اللبس اللي بتلبسه، التفاصيل، انها تطلع مشاعرها اول باول، ايه اللي هي حاساه. طب انا لا انا بقالي اسبوع مثلا ضغط على نفسي، بروح الشغل كل يوم وبنزل، ايه اللي انا محتاجاه مثلا؟ انا عندي يوم الجمعه اجازه، محتاجه اعمل ايه؟ لان في كتير حتى بالبنات الصغيره اللي بتشتغل بتاخد الجمعه كمان، ان هي بره في الشارع بتعمل حاجه بسرعه. هي الانثى طاقتها بتعزز كل ما الديناميك الحياه بقى ابطا، لانها مش مصممه من عند ربنا على السرعه اللي موجوده. ودلوقتي طبعا السرعه هي بقت موجوده يعني في كل حاجه، لغه العصر. خلاص ايوه لغه العصر. طب حياتك كاستشاري صحه نفسيه، من الحالات اللي بتشوفيها والنماذج اللي بيتم عرضها عليكي، الى اي مدى تقدري تقولي ان السيدات اللي بيجوا لك بيقدروا يعملوا التوازن ده ويحافظوا عليه بعد ما يوصلوا له برضه؟ هو لازم الذهنيه اللي تتغير. اعرف انا قويه في ايه. من واحنا اطفال بنتربى كصوره، بنتبرمج كده صح؟ على ان ده طبيعي. حتى لما تلاقي الانثى في البيت هي اللي المفروض تعمل البيت، هي اللي المفروض تجيب اكل، تظبط الاكل، تفاصيل البيت بتفاصيلها كلها، حتى لو هي تعبانه. حتى يعني بيجي لي في الجلسات عندي يقولوا لي انا مش ما قدرتش اطبخ امبارح وبالرغم من كده وقفت غصب عني. هنا بقى يحصل ايه؟ تدمير لطاقة الأنوثة. هي مش فاهمة أصلا أنها مش قادرة تدي في الوقت ده. مش فاهمة أنها ستوب، أنت كده داخلة على جسمك. فالبرمجة دي عملت إيه؟
خلت الذكور بيطلبوا من إناث أدوار والإناث بيطلبوا من ذكور أدوار والأدوار كلها دخلت في بعض اتلخبطت اللي انت قلتيها جاسمين اللي هي البرمجة ومن خلال الجلسات احنا بنوصل لأماكن خطيرة جدا حتى هما ما بيبدأوا يتصلوا بأنوثتهم ايه اللي بيحصل بس بعد قد ايه بقى يعني بتاخد معاكي فترة قد ايه كام جلسة علشان نقدر نوصل للمرحلة دي اولا لما مثلا في بنت باباها توفى وهي صغيرة غير لما باباها انفصل عن مامتها غير لما هي نشأة في بيئة ما فيهاش رجالة حواليها كل ده بيأثر على الباك جراوند وفي بنات من الوجع الجامد بتبقى واخدة دور ذكوري وشايفة ان هو دور حقيقي فعلى حسب التاريخ بتاعها هي عاشت عاشت والذكر اللي قدامها ايه في الفترة دي وحواليها مين وكده بالظبط طب ايه اللي يعني بيحصل لما بيتصلوا بقى بأنوثتهم كنت لسه هتقولي لنا ده بيحصل انهم بيبدأوا يلبسوا الوان colorful بيبدأوا ينعكس على اللبس حتى ايوه بيبدأوا البشرة ياخدوا بالهم من نفسهم اكتر ايوه هدوء حتى سمعت كمان كومنتات جميلة طريقة كلامنا وصوتنا اختلف ولادي بيعملوا حاجات غلط وانا ببتسم لهم واقول لهم اوكي تعلموا مفيش اي مشكلة انا حاسة ان الحياة لطيفة اول مرة اركز ان في زرع جنب بيتي بدأت تلتمس الجمال لان الأنوثة اساسا ايه مصدر جمال اصلا فهي اساسا ما بتدخل في دور ذكوري هي ما بتقدرش تطلع الجمال ده ولا تتصل بالجمال اللي موجود هل الواحد ممكن يعيد ال 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 التناغم او التوازن ده لنفسه مع نفسه ولا لازم يحضر جلسات ويروح لحد متخصص يدله على الطريق الصحيح ويوريه هو ضل طريقه فين بالظبط هو ميزه الجلسات بيبقى فيها زي فكره مرشد يعني ساي انا ممكن اكتشف الطريق لوحدي بس انا وانا سايق العربيه ممكن اهلك بنزين ووقت واتوه كتير ممكن هوصل في الاخر واحتمال ما اقدرش اوصل 100% بس المرشد بيعمل ايه امشي هنا بيوصلني اسرع امشي بس هي ده فرق بس كل الطرق بدل ما الانسان بيسعى هو بيوصل لها اهم حاجه يكون من جوه الشخص فاهم كويس قوي ان انا عندي حاجه زي كده وعلى فكره انا ما باجي اتامل كده السيدات لاني بقابل سيدات كتيره كل يوم في المجتمع عندنا جرح انوثه واضح جدا جدا بمعنى ايه بمعنى ان هي حتى ما بنيجي نعرفها مثلا في حاجه مشهوره جدا عند طاقه الانوثه انها طاقه مستقبله يعني ايه طاقه مستقبله هي طاقه حاضنه يعني الحاجه بتجيلها هي لو فعلت الطاقه دي حتى يقولوا لي ايه ده احنا كنا بنجري علشان نحقق كذا وما حصلش كذا بعد ما ناخد شويه كورسز ونظبط الانرجي ايه اللي بيحصل انا جات لي فرصه عمل فيها راحه وفيها جمال على مكان ساحلي بدات الجمال يتصل بيها والسهوله تتصل بيها هيا انت نورتينا يا استاذه ريم وبنشكرك جدا جدا على وجودك معانا وعلى الموضوع المختلف اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده معاكي عايزين كلنا كده يعني نبقى عارفين ان كل حد فينا ليه دور والمفترض انه يعني نقوم بالدور ده واحنا سعداء ومبسوطين نشكرك جدا استاذه ريم نورتينا شكرا شكرا جاسمين شكرا هنطلع فاصل قصير ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم واخر فقراتنا النهارده في بيت السفير عزيز التفوق بشكل عام ممكن يكون في أي مجال في حياتنا وفي أي مرحلة كمان يعني مش لازم أبداً إن هو يكون من بداية اختيارنا مثلاً لكلية من كليات القمة أو المجموع العالي في الثانوية العامة وطبعاً أنا بقول كده ليه؟ بقول كده لأن إحنا بكرة إن شاء الله في انتظار نتيجة الثانوية العامة والفترة دي بتبقى بقى بالنسبة للطلبة والطالبات اللي هو أنا لو ما جبتش مجموع عالي يبقى أنا مستقبلي اتدمر يبقى أنا فاشل يبقى أنا مش هقدر ألتحق بكلية من كليات القمة الحقيقة يعني كلية القمة مش دايما على فكرة بتكون مناسبة لينا والمهاراتنا اللي عندنا فعشان كده بقينا بنشوف مثلا ناس كتير بعد ما بتكون بتدرس سنوات طويلة مثلا في كلية من كليات هقول الطب مثلا هي بتبقى أطول سنين بنلاقيها عملت كارير شيفت وبدأت تكتشف ان هي ما اختارتش المجال المناسب او المتناسب لشخصيتها ومهارتها وقدراتها او طموحها كمان حتى في الحياة فبيقرروا ان هم ينجحوا او يتفوقوا في مجال تاني خالص هم شاطرين فيه ومستمتعين بيه ومتميزين فيه كمان فقرتنا النهاردة الحقيقة عايزين نعرف مع حضراتكم ازاي نقدر ان احنا نحدد مستقبلنا بناء على مهاراتنا وقدراتنا ومش بناء على مجموعنا
خلينا نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهارده ماري حداد، صانعه محتوى تعليمي في العمل الحر والتسويق الالكتروني. منورانا. منورانا. شكرا بجد. طيب خلينا نبدا كده ونتكلم، بما ان احنا خلاص بكره يعني ان شاء الله هتكون نتيجه الثانويه العامه. خلينا نقول انه في طلبه بيبقوا محددين فعلا هدفهم من بدري، عارفين هم عايزين يدخلوا كليه ايه، وفي طلبه تانيين بيبقوا سايبين ده عادي بقى للمجموع، للاهل مثلا هينصحوهم بايه. وليلنا كده في الاول يا ماري، يعني ازاي كل شخص يقدر ان هو يحدد مهاراته اللي متناسبه معاه ومع شخصيته ومع القدرات اللي موجوده عنده؟ طيب اولا يعني نقولهم كلهم ربنا معاهم وجود لك، وانه دايما ردا على السؤال ده في الحته دي، ان نتعامل مع ثانويه عامه ان هي مش اخر الدنيا، هي بدايه الطريق. هي لما بيطلع المجموع ده بنفتكر بقى سواء كان عالي قوي فاستخسره في كليه حلوه، سواء كان مجموع قليل فانا ايه ده انا مش هدخل الكليه اللي كان نفسي فيها. هي دي بدايه السكه مش اخرها، ففي وقت كبير قوي تقدر تكون بتحقق كل حاجات كتير انت محتاج تعملها. فنتعامل مع الموضوع سواء كاهل او كاحنا بابسط من كده، لانه هي تحديد مصير وتحديد مستقبل، بس الدنيا بقت اسهل من كده دلوقتي. زي ما حضرتك قلتي كارير شيفت بقى موضوع اسهل من كده، فالموضوع بقى اسهل ان احنا نقدر نحدد احنا عايزين نكون بنعمل ايه. ازاي اقدر احدد حاجه زي كده؟ ممكن لو انا مش شايف عندي حاجه معينه انا قادر اعملها او حابب ان انا اكون بعملها، في ناس متخصصين يقدروا يساعدوني في حاجه زي كده. انا اروح مثلا لكارير كوتش. كارير كوتش بيبقى دارس قوي انه ازاي يقدر يفهم ايه القيم بتاعتي، ايه المهارات اللي عندي، ايه الحاجات اللي انا بعرف اعملها كويس، فعلى اساسها يقدر يحدد لي هل انا شغلي عملي اكتر، ولا شغلي حاجه بايدي اكتر، ولا شغلي ان انا ابقى في اداره اكتر، ولا حاجه كرييتيف محتاجه ابداع اكتر. فلو حد حس ان هو تايه ممكن يحاول يروح لكارير كوتش، وفي حاجات كتير قوي بقت بتتقدم وكمان بشكل يعني من غير فلوس او كده، تقدر تساعد الناس او الطلبه بالذات يقدروا يحددوا الكارير بتاعهم يمشي ازاي. وده يمشي صراحه على الكبير والصغير، يعني لو حد كبير تايه برده حاسس انه مش ده اللي هو حبه بعد ما درس حاجه لوقت طويل، يقدر برضو يروح لكارير كوتش يبتدي يساعده في حاجه زي كده. هل انت من خلال صناعه المحتوى ومن خلال التسويق الالكتروني شايفه ان في اتجاه كبير، او نقدر نقول اتجاه متنامي، ان الناس تعمل الكارير شيفت ده، ان هي تتجه للحاجات اللي هي ما كانتش دارجه زمان، يعني مثلا بقى مهندس، دكتور، ضابط، عارفه اللي هي الحاجات الكلاسيكيه اللي موجوده دلوقتي، عايزين يكونوا صناع محتوى، عايزين يكونوا بلوجرز، عايزين يكونوا يعملوا تسويق الكتروني، يعني كل الحاجات الجديده دي قبل كده ما كناش نسمع عنها، ولكن كل الاجيال او نقول يعني نسبه كبيره من الاجيال الصغيره هو ده، شايفين ده حلم ده حياتهم، ده طموحهم بالظبط يا رضا، وشايفين دي وظيفه فعليه. يعني هي بقت وظيفه في المستقبل، ودي حاجه ما نقدرش ننكرها. بس احنا برضو ما نقدرش ننكر ان احنا مش هنقدر نعيش من غير الدكتور، ونستغنى عن الدكتور والمهندس. يعني انا بشوف مثلا طب وهندسه كليات محتاجينها، بس احس انه في حاجات تانية مش لازم نقول على دول كليات القمه. في مثل كده دايما بنسمعه اللي هو القمه في الحاجه اللي انت هتبقى قمه فيها. ايوه انت اللي توصل للقمه بالظبط. فمش القمه في الكليه بس، ما نقدرش نستغنى عن الحاجات دي. بس الاهالي محتاجه تعرف ان الحاجات دي بقت موجوده ومطلوبه واي حد ممكن يعملها، الموضوع ما بقاش. والشباب كمان محتاج يعرف ان هو على فكره ده ما يتعارضش مع ده، دايما يتعارضش مع ده. ممكن ادخل مش شرط كليه قمه، اي كليه انا شاطر فيها وكويس فيها، والى جانب ده لان دي حاجه مش ستيبل، دي حاجه ما يقدرش يبني عليها مستقبل، لانه لو هيبني منها مشروع، هيبني منها بزنس معين او كده على المدى البعيد، يقدر يعمل ده من دلوقتي وبالعكس هيفيده قوي. بس هو مش هيقدر يبني كارير يكمل بيه مستقبله ويبني بيه حياته من السوشيال ميديا. لو قفلت بكره الصبح هيعمل يعني إيه؟ قصدك انه يبقى حاجه جانبيه مع دراسته او المجال التاني اللي هو هيدرسه. بالظبط كده، لانه مش يعني مش مفاجاه، بس كلنا دلوقتي بقينا بنشتغل بدل شغلانه اتنين عشان يعني الظروف المعيشيه اللي احنا فيها. صحيح. فطبيعي لو عنده دي تقدر تساعده انه يبقى عنده حاجه اون سايد او على جنب بيدخل منها دخل زياده، بس ما يبقاش ده المصدر الدخل الثابت، لان هو اصلا مصدر دخل مش ثابت نعتمد عليه اعتماد كلي بعد كده. فكره يعني ان يبقى عندي كارير اقدر اختاره وامشي فيه واوصل فيه لحاجه، طبعا لازم، وده ما يعترضش مع ده. ده ما يتعرضش مع ده. طيب فكره بقى انه يعني طلبه كتير بيبقوا مش عارفين قوي او مش مكونين صوره قوي عن مجال معين هم حابينه، هم حابينه بس مش مكونين عنه صوره كامله. هل في حاجه تقدر انه من خلالها ياخدوا خبره، يتدربوا مثلا، يشوفوا المجال ده طبيعته عامله ازاي قبل ما يروحوا يدرسوه، وممكن يبقى بالنسبه لهم هو تضييع لوقت لان بعد كده ده مش هيبقى متناسب معاهم؟
في كذا طريقه ممكن نعملها، نحاول نشوف الكليه دي ايه اللي هيحصل بعدها، يعني اشوف ايه الجوب تايتلز او ايه الشغلانات اللي انا لما اتخرج من الكليه دي هشتغلها. انا كان على نفسي مثلا كليه الاعلام فيها ثلاث اقسام وفيها قسم الدعايه والعلاقات العامه، ففي الدعايه والعلاقات العامه ممكن اشتغل حاجات كتير قوي انا ما كنتش اعرف مثلا منهم غير حاجه واحده قبل ما ادخل. فلو احاول ابتدي ادور، والموضوع ما بقاش صعب ان انا اوصل لاي معلومه دلوقتي اونلاين، ان انا اعرف ايه الشغلانات اللي ممكن اشتغلها، اقرا الجوب اوفرز بتاعتها، يبقى عندي فكره شويه عن سوق العمل بتاعها عامل ازاي، عشان ما تخضش ما تفاجئش اللي هو ايه ده انا كنت فاكر مثلا لما ادخل مثلا فنون جميله هبقى برسم طول الوقت. هو الحقيقه لا، عشان توقعاتي تبقى واقعيه، توقعاتك بالظبط واقعيه. تحاول تشوف حد في عيلتك في قرايبك ممكن تكلمه تساله وتقعد معاه على نفس المجال اللي انت حابب تبتدي فيه، تعرف منه خبرته عامله ازاي، الكارير ده عامل ازاي، كل الكلام ده، واعمل البحث بتاعك، اقعد ده مستقبلك، اديله يعني وقت، ذاكر قبل ما تدخل يعني. واحنا جيل محظوظ وجيل اصغر مني محظوظ ومش محظوظ بفكره انه عنده كم معلومات جبار يقدر يعرف اي حاجه هو عايزها. فاستغل ده لصالحك، دور كويس على اللي انت عايز توصل له، هتلاقي ناس كتير قوي عدت بنفس الاكسبيرينس دي، شوف هما بقوا فين دلوقتي وعملوا ايه، وهل انت شايف نفسك في ده ولا لا، مش عشان مستخسر مجموعك، مش عشان مش عارف انت عايز ايه بالظبط او كده، لا تقدر تبتدي تشوف وعادي في النص انك تكتشف ان مش ده اللي انت عايزه. طب قولي لي، يعني انت كصناعه محتوى وانت لسه شابه صغيره ولكن عندك يعني الى حد كبير خبره دلوقتي في المجال ده، ايه النصيحه اللي بتديها للشباب اللي بيلجؤوا لك من خلال التواصل الاجتماعي؟ اللي انا عارفاه ان هي دي بتبقى يعني نصيحه مجانيه، ارشاد او توجيه بقدر ما، والمعلومات اللي انت بتجيبيها من فين ومدى مصداقيتها؟ يعني انا دلوقتي كشاب او كشابه وتابعتك، هلاقي يعني هعرف ازاي انت عندك مصداقيه ولا لا؟ يعني على اي اساس هاخد بالنصيحه او هاخد بالتوجه اللي انت بتديه لي من خلال الصفحه بتاعتك؟ اوكي، اولا هي مسؤوليه رهيبه ان انا اكون بطلع اقول اي حاجه عشان ابقى بفيد بيها الناس، فحاجتين انا بعمل ريسيرش قبل ما ابتدي اقول حاجه، وما بقولش حاجه ما جربتهاش. يعني ما بطلعش اقول حاجه كده اللي هو تعالوا نجرب مثلا نشتغل على الموقع الفلاني اونلاين عشان نكسب منه فلوس وانا نفسي ما جربتوش او ما شفتش ايه النافع من ده او كده. فمعظم الحاجات اللي بقولها بتبقى تجربه شخصيه، وحتى الاكونت من اول ما ابتديته كان في حاجات بقولها دلوقتي بقول حاجات تانية لان ده اللي انا بعدي بيه دلوقتي. فالموضوع معظمه انا مجربه ده قبل ما اروح اقوله، فالموضوع بيبقى فعلا مصدقاه ومجرباه فعلا، مش بقول مش بنظر، مش طالعه اجيب كلام من حد اقوله انا بطريقتي. ردود افعال من المتابعين بتوعك مثلا؟ في يعني موضوع بالنسبه لي غريب ان في ناس انا ما شفتهاش في حياتي عارفاني وبتحبني وبيرجعوا لكلامي وكلامي بيأثر فيهم، فحسيت انه لا دي مسؤوليه كبيره قوي عليا طبعا. ويعني يا رب دايما ابقى قدها، وابقى دايما وانا بحط اي حاجه على الصفحه بتاعتي ابقى عامله حساب لكل حد بيشوفني من كبير لصغير عشان ما بقاش بأثر عليه بالسلب باي شكل، ما حسوش حتى ان انا بعمل حاجه ومش عارف يعملها. طيب عاده ايه الاسئله اللي بتجيلك او ايه النصايح اللي الناس بتبقى حابه انها تاخدها منك؟ مش عارف ابدا منين، دي اكتر حاجه بتجيلي. انا خدت كل الكورسات اللي في الدنيا، انا مش عارف ابدا منين. دي اكتر كلمه بتجيلي، وهي عايزه قاعده مطوله مش هعرف اقول لك في الشات ممكن تبدا منين. عشان كده بنصح قوي الناس ان هي تحاول تستثمر فكره الكارير كوتش، يعرف يحطه على طريق معين في الحاجه اللي هو عايزها. انت ممكن تبقى عايز تبتدي في مجال انا ما جربتوش، مش عارفه اديك النصيحه بالظبط تبتدي في المجال ده ازاي. هو السؤال البديهي اللي بعد كده، اوصل ازاي للكارير كوتش الصح بالنسبه لي انا؟ يعني ممكن الكارير كوتش بالنسبه لي يبقى غير الكارير كوتش بالنسبه لرضوى مثلا. هي في منصات معينه على التواصل الاجتماعي برضو بتكون بتقدم الخدمه دي. واعتقد معظم الحد اللي بيدي استشارات بيعمل استشاره مجانيه في الاول، يعرف الدنيا هتمشي ازاي. فنجرب ده حاجه زيها زي مثلا بس هي مش عارف ابدا منين، دي يعني ده سؤال فعلا صعب جدا، وناس كتيره قوي بتبقى محتاره. انت عاده بتقولي له ايه؟ بتقولي له تواصل مع كارير كوتش مثلا، ولا بتقولي له اكتشف انت بتحب ايه الاول؟ يعني كلمينا كده كانك لازم يكون في نقطه بدايه. يا رضوى لما دي حاجه من الحاجات، لو حد مش عارف عايز يعمل ايه اصلا، يعني هو مش حاطط ايده على اي كارير، وانا شفت الماركتنج ده فعجبني، ايه رايك؟ ما انا هقول لك رايي على اساس ايه في حياتك عامه. بس في حاجه تانية بقى اللي هو انا محتار ما بين كذا وكذا، اعمل ايه عشان ابتدي؟ لو موضوع اصغر شويه، في انه ممكن اجرب حاجه بسيطه، اروح انترنشيب، اروح ان انا اتدرب في حته، اروح اجرب الشغلانه دي ببلاش عند حد عشان اعرف
اذا هي فايداني وحببها ولا لا. فبقول انه يعني نجرب يمكن نطلع صح ونبقى عارفين نعمل الشغلانه دي. فدايما بقول لهم حاولوا تجربوا الحاجه دي، فلو بدل ما تختار ما بين حاجتين هتبقى جربت الحاجتين، ولما تبقى متضايق في حاجه فيهم ما تقولش يا ريتني كنت جربت الشغلانه الاولانيه دي، انا كنت زماني احسن فيها. فعشان كده بحاول دايما اقول لهم يجربوا حاجه منهم هما الاثنين عشان ما يحسوش انه فاتهم حاجه او مش عارفين يعملوها، ويشتغلوا ببلاش في الاول. انا عارفه ان الظروف بقت صعبه، المعيشه بقت صعبه وكده، بس ان انا ابتدي بأول بحاجه صغيره حتى لو ببلاش عشان اجرب فيها ابني فيها خبره، ده هيفيدني كتير. طب سوق العمل متغير ومتغير بشكل سريع جدا كمان، ازاي الشباب يقدروا يعرفوا سوق العمل محتاج ايه حاليا بحيث ان هم ينموا مهاراتهم في المجال ده؟ اوكي، في مواقع على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا ويب سايتس يعني عموما بتتكلم على النت، بتتكلم على اكتر شغلانات مطلوبه الوقت اللي جاي. خلينا متفقين ان الذكاء الاصطناعي واخد حيز كبير شويه من حياتنا الفتره اللي جايه. فاي حاجه ليها علاقه بتطويره او بتطوير المجال ده، او اي حاجه بتطوير الكمبيوتر البروجرامنج، كل الحاجات دي من اكتر المجالات المطلوبه. يعني ماركتنج كمان مثلا 10 سنين ما اعتقدش انه هيبقى مطلوب زي دلوقتي، لان هيبقى في تولز والات ثانيه قادره تكون بتريبليست. فعلى حسب الترندز او الحاجه اللي طالعه جديد في السوق الناس تبقى محتاجه ده. محتاجين دلوقتي مثلا فاينانشال ادفايزرز، اللي الناس اللي بتدي يستثمروا فلوسهم ازاي، نصايح الماديه تبقى عامله ازاي وكده. دي من اكتر الحاجات البومنج الفتره دي. السوفت ويرز والويب سايتس من اكتر الحاجات البومنج الفتره دي. كل الحاجات ليها علاقه بالتك او بالكونسلتيشن عامه، ان الناس محتاجه كونسلتيشن. الاستشارات من اكتر الحاجات برضو بومنج الفتره اللي جايه. طيب الطلبه دلوقتي بقى، بما اننا في الاجازه ويعني طلبه ثانويه عامه هم خلاص يعني داخلين على مرحله الكليه، فهم عندهم فترة خلينا نقول دلوقتي لسه ما بيعملوش فيها حاجة اللي هي بعد نهاية الامتحانات وانتظار النتيجة وبداية الكلية، يعملوا ايه؟ تنصحيهم يعملوا ايه في الفترة اللي احنا فيها دي الكام شهر على ما يبدأوا بقى مرحلة جامعية جديدة؟ يستثمروا وقتهم ازاي؟ يفصل اولا، ياخد وقت لنفسه، يهدى، يشوف هو عايز يعمل ايه. تاني حاجة يعمل اي عمل تطوعي، اي حاجة يحطها مش في السي في بتاعه، لانه حتى لو حطها في السي في هي بتبان لما انت بيبقى عندك خبره في حاجه. لو نزلت عمل تطوعي مثلا هتاخد خبره تتعامل مع الناس ازاي، هيتقلك حتى ان انت لما تروح تقدم على شغل ان انت حد ما كانش بيضيع وقته وخلاص. فيحاول يقدم على انترنشيب، يحاول يشوف عمل تطوعي. مش عايز يعمل اي حاجه من الحاجات دي، عايز يبتدي يستكشف عايز يعمل ايه بعد كده، يقعد على اليوتيوب بدل ما يتفرج على اي حاجه مش هتكون بتفيده بمحتوى ترفيهي، يتفرج على محتوى تعليمي يقدر يكون بيساعده في الحاجه اللي عايز يعملها. ممكن يكتشف من القعده دي لو حتى قعد ساعه في اليوم كل يوم في الاجازه اتعلم حاجه جديده اونلاين عن كاريره او عن مستقبله او عن حاجه عايز يوصل لها. فعلى اخر الصيف هيبقى عنده في 90 ساعه 3 شهور ذاكر حاجه جديده او عرف معلومه جديده ما كانتش عنده قبل كده. طب ايه النصيحه اللي تديها للشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ سؤال مسؤوليه كبيره عليا. النصيحة انه انا عارفة ان الدنيا دلوقتي صعبة لجيلنا بالذات، بس السعي بيجيب سعي، والباب اللي يتقفل في وشي لو انا بحاول اسعى يبقى اشوف باب غيره لو انا حاولت للاخر. عشان في ناس بتفضل تحاول في نفس الباب وشايفة انه لا انا هعرف اعمل فيه حاجة، انت حاولت وما نفعش، ما تضيعش وقتك اكتر من كده. شوف حاجة تانية، ما تتضايقش ان انت كنت مهندس وما عرفتش تحول كاريرك وهيجي لك كارير تاني، فانت صعبان عليك انك كنت مهندس ومش عارف تعمل كارير تاني. ما نحاول نبقى فلكسبل اكتر من كده، لانه نايمين اكتر، نايمين اكتر، ان سوق العمل بقى لين اكتر من كده، وبقى في حاجات تانية ممكن تقدر تستوعب التغيرات وكل ده. بالظبط كده. احنا بنشكرك جدا على وجودك معانا. وانا كمان ميرسي قوي. حداد صانعه محتوى في العمل الحر والتسويق الالكتروني، شكرا على وجودك، نورتينا. شكرا. طبعا بنتمنى التوفيق معانا. يا رضوى طبعا نتمنى بقى التوفيق لكل طلبه والطلبات ان شاء الله. يعني نتمنى بكره يكون معانا الاوائل مع حضراتكم في البرنامج. بنشكر حضراتكم، شكرا جزيلا رضوى وانا كنا معاكم النهارده في السفيره عزيزه، ودايما خطوه عزيزه. شكرا لحضراتكم.